افتح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءة الكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وما زلنا مع الحديث 25 ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 5 من الشهر الثامن لعام 18 و2000. وما زلنا مع حديث مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم نصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وما زلنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقفنا على قول المؤلف: إلا أنه يقول سمع الله لمن حمده ثم يكبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. تعال مني. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويسجد على 7 أعضاء: القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث ابن عباس، قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار إلى أنفه. فالجبهة والأنف عظم واحد، لا تسجد على الجبهة وترفع أنفك، ولا تسجد على أنفك ترفع جبهتك، وإنما تمكن الأرض الجبهة والأنف. قال: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يعني واضح أن الواحد ممكن يسجد يضع يديه وركبتيه، لكن قد بعض الناس ماذا يفعل؟ أطراف القدمين يضع إحداهما على الأخرى، أو يرفع الاثنتين، أو يضع واحد يرفع واحد. لا، يمكن الاثنتين حتى تكون 7 أعظم: على الجبهة وشعر الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. ولا يبسط ذراعيه ويجافيهما، يعني إذا سجد يبعد ذراعيه عن جنبه، ما يدخل الذراعين الجنبين، وإنما يجافي. هذا ما لم يصلي جماعة فيؤذي من حوله. لو صلى منفردا أو في مجال أو هو الإمام فإنه يجافي بين جنبيه. طيب. ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب. ثم لا يبسط ذراعيه بساط الكلب، يعني لو وضع كفه ومرفقه وسجد صار هذا إيش؟ هذا بسط ذراعيه كالكلب. نعم. ثم يرفع مكبرا ويرفع مكبرا. شوف، مش يرفع صامت وإذا جلس بين السجدين قال الله أكبر، لا، بل ها وهو رافع يقول الله أكبر. لو كمل التكبير عندما جلس معلش لا بأس، كان بعض الناس ما حتى أئمة مساجد يرفع هو صامت، إذا جلس قال الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي، فيجعل التكبير من أذكار اللي بين السجدين. هذا خطأ، يرفع مع رفعه يكبر. نعم. ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. هذا افتراش، افتراش يفرش القدم اليسرى ويجلس عليها، وعن جنبه يخرج ايش قدمه اليمنى وينصبها، اسمه افتراش. سيأتينا في جلوس اسمه ايش التورك، يجلس على وركه، لكن الافتراش أن يفرش رجله قدمه اليسرى ويجلس عليها، وعلى الجنب يخرج يده رجله أو قدمه اليمنى وينصبها. هذا بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي الصلاة ذات التشهد الواحد كصلاة الفجر، هذا الافتراش. نعم. موجها أصابعها إلى القبلة إن استطاع، خاصة إذا ما كان يعني قد لبس الخفين، يجعل أصابع قدميه متوجهة إلى القبلة. نعم. يعني ما يضع أصابعه هكذا مرتكزة في الأرض، لا، يضع أصابعه في الأرض متجهة إلى القبلة. نعم. والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه ينبغي إلا في التشهد الأخير، يعني في الصلاة ذات التشهدين فيسمى أول وأخير أو أول وثاني. إذا الصلاة ما في إلا تشهد واحد كركعتي السنة سنة الفجر فإنه إيش افتراش، لكن إذا صلاة ذات تشهدين
فالأول يكون افتراش والثاني يكون تورك. تورك كيف؟ يجلس على وركة ويخرج قدمه اليسرى أسفل ساقه الأيمن وينصب اليمنى، يسمونه إيش؟ افتراش. نعم تورك. نعم. فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. أقل شيء يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. لو واحد وفق الله حفظ أكثر من الأدعية المشهورة مثل اللي ذكر الشيخ، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. ذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رواية أطول من هذا: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، سبع كلمات. ذكر الشيخ الثامن رحمة الله عليه في كتابة الدروس الفقهية من دروس الجامعة أنه لو دعا لوالديه لا بأس، يقول إيش؟ ربي اغفر لي ولوالديه. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من مواضع الدعاء المطلقة، فلو دعا لا بأس. نعم. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض. عليه أن يطمئن، الاطمئنان هذا ركن من أركان الصلاة، ومعنى ركن لا تصح الصلاة إلا به، فلو أخل إنسان مسرعا صلى مسرعا فلا صلاة له. أقل شيء في الركوع أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم. أقل شيء في الاعتدال يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. أقل شيء في السجود يقول تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى. أقل شيء بين السجدتين يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. أما بعض الناس من سرعته ربما وهو للركوع ما يقول حتى تسبيحة واحدة، أو يبدأ بها قبل أن يركع ثم يركع ثم يرفع ويتمها وهو قائم. وبعض الناس السجود يعني ما يمدي ينقرها نقر الغراب، هذا ما تصح صلاته، يتعب نفسه على الفاضي. نعم. بعض الناس يقول يعني السنة صلى ركعة صلاة سنة فيسرع فيها جدا. طيب وذا السنة ما يجوز أصلا تبتدع في دين الله، يعني لو أنك لا تصلي سنة خير من أن تصلي سنة تتعمد تخل بها. من قال أن في صلاة بلا اعتدال؟ بعض الناس سنة فماذا يركع قبل لا يعتدل، قبل لا تتم معتدلا سجد، هذه صلاته باطلة. يعني السنة انقبلت ما انقبلت لا ما يجوز، هذا بدعة تصير، ما يصير تحدث صلاة من كيفك. احنا عرفنا ان الصلاة من العبادة لابد ان توافق الشرع بماذا؟ بالزمان والمكان والكم والكيف والسبب والجنس، شرحناه الدرس الماضي صح؟ فما يصلح ان الواحد يعني ينقر صلاته ويقول هي سنة، يعني اقصد يعني صلاة نافلة. النافلة والفريضة لابد ان تصليها كما امرت، نافلة لا تجب عليك، نافلة إن صليت لك أجر، تركتها لا أزرع عليك لا أثم عليك، لكن إن صليتها لا تصليها على ماذا؟ على السنة، مش تحدث من عندك صلاة. نعم. طمأنينة. بعدين ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب هذه التحيات جاءت بأكثر من صيغة، لا تدمج بينها بصيغة واحدة، لا يعني تأخذ من هذه جزء من هذه جزء وتخليها صيغة محدثة، احفظ صيغة واحدة أو صيغتين تارة هذه وتارة هذه، أو صيغة واحدة المشهورة وتلتزم بها. طيب التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني والصلوات والطيبات لله، تحيات لمن؟ لله، والصلوات لله والطيبات لله. التحيات يعني الكلمات التي يحيى بها ويعظم يستحقها الله، لأن التحيات يعني كل التحيات. كيف عرفنا كل التحيات؟ لأن قال التحيات والألف واللام للاستغراق، يعني كل التحيات اللي فيها تعظيم يستحقها الله. كيف عرفنا يستحقها الله؟ لأنه قال لله واللام للاستحقاق، فالألف واللام في التحيات للاستغراق، يعني كل التحيات لله، اللام في لله للاستحقاق، يعني كل التحيات يستحقها الله. شوف هذا كثير من الناس يمكن يقضي عمره كله مفاهم إيش معنى التحيات لله،
معناه الكلمات التي يحيى بها ويعظم ويمجد يستحقها الله. الصلوات يعني الدعاء، الدعوات أيضا يستحق من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالله وحده الذي يستحق الدعاء. والطيبات يعني الكلمات الطيبات، كل الكلمات الطيبات لمن؟ لله عز وجل. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم الله عز وجل، ذكر في القرآن كم مرة؟ مرة واحدة، ما شاء الله عليك يا جراح، مرة واحدة في قوله جل وعلا هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله له الملك القدوس السلام في آخر سورة الحشر. والسلام معناه السالم من العيوب والآفات والمسلم لغيره، فما من مسلم إلا وسلمه الله، والله في ذاته في صفاته في أفعاله في حكمته في تشريعه سالم من العيوب والنقائص والآفات، منزه عن كل عيب، فهو السلام، السلام بنفسه والمسلم لغيره. فذاك في الدعاء اللي بعد انصراف من الصلاة ماذا يقول المسلم؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام كمل ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالسلام من الله عز وجل الذي يسلم، فلذلك يشرع أن تسلم على أخيك المسلم، يعني تدعو الله السلام الذي اسمه السلام متوسل إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك الذي سلمت عليه، شيء عظيم هذا. لما تقول السلام عليك تسمعناها يعني يا رب اسمك السلام أتوسل إليك باسمك السلام وأدعوك أن تسلم أخي هذا، لما تقول السلام عليك. السلام عليك أيها النبي، النبي إذا أطلق فهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما اسمه رسولنا؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. طيب لو أن الشخص ما يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، لكن يشهد أن محمد رسول الله، ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله ما أدري. هل يصح إسلامه ولا لابد أن يعرف أن اسمه محمد بن عبد الله؟ طه يصح؟ محمد كثير، أي واحد منهم، حتى محمد بن عبد الله كثير بعد، أي واحد منهم، ابن عبد المطلب، لا يكفي أن تعرف إيش، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس بالضرورة أنت إيش أن تحفظنا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لا يكفي أن تشهد أن محمدا وتقصد به الرسول عليه السلام، وأي محمد، واضح؟ فإن عرفت أن ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم فهذا أكمل، لكن القدر الواجب الذي صح به تصح به الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السلام عليك أيها النبي، النبي الذي نبئ بمعنى نزله الوحي، فإذا نبئ وأرسل يسمى رسول، فالرسول نبي وزيادة أو حب وإليه الرسول وأرسله، فذلك كل الرسل أنبياء لأنه يوحى عليهم ويرسلون، لكن ليس كل الأنبياء رسل، لأنكم يوحى عليه لكن لا يرسل، فأيهم أكمل الرسول ولا النبي؟ أيهم أكمل الرسول ولا النبي؟ أيهم أكمل الرسول؟ صح، يعني الرسول ولا النبي ولا شلون ترتيبه؟ ها النبي ثم رسول، صح، نبي ثم رسول، فكل الرسل ها أنبياء وزيادة ورسول، لكن ليس كل الأنبياء رسل، قد يكون نبي لكن ليس برسول، واضح؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. بعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نقول السلام عليك أيها النبي، ثم بعد أن قبض قلنا السلام على النبي، منهم عائشة ومنهم مسعود، وبعضهم استمر يقول السلام عليك أيها النبي، منهم عمر على المنبر يعلم الناس التحيات يقول السلام عليك أيها النبي، وهذا اختاره لنا شيخنا العثيمين، تقول السلام عليك أيها النبي كما تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
بعض الصحابة اجتهد، بعضهم يقول لا، الصحابة يقول كنا نقول ثم قلنا، يعني معنى أن كلهم أخذ يقول السلام على النبي. وبالغ بعض الناس وقال هذا من أخطاء المصلين أن تقول السلام عليك أيها النبي. الصواب لا تقول السلام على النبي، أما السلام عليك أيها النبي فهذا خطأ، لا خطأ كبيرة. عمر الخطاب على المنبر يقولها، فلو قلت السلام عليك أيها النبي لا بأس، ولو اتبعت الصحابة بقولهم السلام على النبي أيضا لا بأس. ورحمة الله، رحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة بقولك السلام عليك، وبالرحمة بقولك ورحمة الله، وبركاته البركة الزيادة، فتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، أن يبارك الله في أمته، في أجره، في أتباعه، فيباهل الأمم يوم القيامة بأمته صلاة ربي السلام عليه. السلام علينا على عباد الله الصالحين، السلام علينا على عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت السلام علينا على عباد الله الصالحين بلغت أو قال أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. شوف يعني لما تقول السلام عليكم، السلام علينا عباد الله الصالحين، سلمت على الملائكة والإنس والجن، وتعرفهم وتعرفهم المقاطعهم اللي زعل عليك والمزعل عليهم، كل هؤلاء سلمت عليهم بقولك السلام علينا على عباد الله الصالحين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت السلام علينا على عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، قالوا هذا دليل على أن الصالحين بالألف واللام للاستغراق، إذن هي تشمل إيش؟ كل عباد الله الصالحين. طيب هل الفساق من الصالحين؟ لها إطلاق، إذا أردت الصالح بمعنى المسلم فالفساق مسلمون، أما أردت الصالح أنه يعني عنده صلاح وما فيه مظاهر الفسق والفجور فلا تشمله. ولذلك هل المؤمنون كلهم أولياء الله وفي من هو من أولياء الله ومنهم ليس كذلك؟ فيها إطلاقان، إذا أردت أولياء الله يعني الكمل السابقين بالخيرات اللي عندهم أعمال صالحة ظاهرة وباطنة، هؤلاء طبقة من المسلمين. لكن إذا أردت أولياء الله بمقابل أولياء الشيطان فكل مسلم من أولياء الله، لأن لم يكن أولياء للرحمن سيكون من أولياء الشيطان، هؤلاء كفار. يقول السلام علينا عباد الله الصالحين، من هم الصالحون؟ يعني المؤمنون المسلمون. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، في رواية وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد يعني أقر على علم، من أقر بلا علم فليس بشهادة، لابد تقر على علم. أن لا إله إلا الله يعني أن لا معبود حق إلا الله، لا معبود مستحق العبادة إلا الله، وهذه أعظم شهادة قد شهد بها أعظم شاهد، أعظم شهادة. يعني بعض الناس قد يفوته أنه تفوق في المدرسة، يمكن ما عنده إلا شهادة متوسطة ولا ثانوي، واليوم حتى جامعة بعد ما تسوي شيء، كما عنده دكتوراه ما عنده، لكن عنده شهادة عظيمة وهي شهادة لا إله إلا الله، شيء عظيم. يجب المسلم أن يؤمن ويستحضر ويعرف فضل الله أن وفقه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أي دكتوراه، أي بروفيسور، أي زمالة، أي غيره، تشهد أن لا إله إلا الله شهادة عظيمة. على عظمها كثير من الناس يهملها ولا يكررها إلا قليلا. نوح عليه السلام أول الرسل، ابنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، أول الرسل ومن أولي العزم، ابنه ما قال لا إله إلا الله، وأنت تقول لا إله إلا الله. شوف الشهادة، شوف الشهادة اللي انت احملها، ابن نبي ما قال لا إله إلا الله، هو أول رسل. وعم النبي عليه الصلاة والسلام صنو أبيه، وهو شقيق لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وانت تقول لا إله إلا الله. لست في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولست في مصره، ولست من نسبه، أين نحن؟ أين من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو في عصرنا؟ هل واجهنا وجها لوجه؟ هل جلس معنا يقنعنا سنوات حتى نقول لا إله إلا الله؟ هل لا، ومع ذلك منشرحة بها صدورنا ونقول ماذا نقول؟ لا إله إلا الله، شيء عظيم والله. أنا قلت لبعض الأخوة في أمريكا، قلت أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله، أين الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى كان؟ 14 قرن هو في مكة في المدينة، وأنتم في أمريكا، مسافة بعيدة، ولا وبعد محيط من يعني من آسيا إلى أفريقيا كلها، ثم المحيط، ثم أمريكا، وتقولون لا إله إلا الله. كم يعني
فضلكم الله عز وجل بهذا الفضل. هناك عم النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، ما يقارب 8 سنوات عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب إلى آخر لحظة، أتى على فراش الموت ويقول: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويكررها ويكررها، أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: هو على ملة عبد المطلب. شوف انظر، وأنت تقول لا إله إلا الله، تدري إيش معنى لا إله إلا الله؟ يدخل بها الإنسان الجنة أبد الآبدين، ما يخرج منها. تدري إيش معنى أنه ما يقول لا إله إلا الله؟ يدخل في جهنم أبد الآبدين، ما يخرج منها. لو واحد لو أغلق على أصبعها الباب، ولا جلس على دبوس، ولا كذا، ما يتحمل صح؟ كيف عاد يجلس جهنم يقعد في أبد الآبدين؟ شيء عظيم، نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخف عنه عذابها. السبب ما قالوا لا إله إلا الله. وأما من قال لا إله إلا الله أن وفقه الله وثبته وتوفي عليه حتى لو عذبه الله في جهنم، فمصيره الأخير أن يكون في الجنة يتنعم فيها أبد الآبدين. استشعروا هذا الفضل العظيم الذي فضلكم الله به، أن وفقكم إلى قول ماذا؟ لا إله إلا الله. كلمة عظيمة قامت عليها السماوات والأرض، من أجلها تقوم القيامة وتحق الحاقة، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها توضع الموازين. لا إله إلا الله شهد بها أعظم شاهد وهو الله، وشهد بها الملائكة الكرام، وشهد بها أولو العلم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنت بحضرتك وفقك الله وتقول لا إله إلا الله، كيف لا تفرح بها يا عبد الله؟ قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنت معهم ما شاء الله تقول لا إله إلا الله، شيء عظيم. أكثر منها يا عبد الله، فتقول في التشهد في التحيات: أشهد أقر على علم أن لا إله إلا الله، أن لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني تقر على علم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد الله ورسوله، أرسل الله بالهدى ودين الحق ليكون رسول رب العالمين للناس كافة للإنس والجن، إلا أنه عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، ورسول لا يكذب بل يحب ويوقر ويتبع، وطاعته طاعة الله. فلا بد من الجمع بين عبوديته ورسالته. لا نقول كما قالت النصارى في ابن مريم عليه السلام أنه ابن الله أو أنه هو الله، كلا، فمحمد عبد، عبد لله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، فهو عبد لله عز وجل وهو رسول، ليس كسائر الناس. أوحى الله عز وجل إليه، جاء الحجة بينه وبين عباده، حجة التبليغ، بلغ البلاغ المبين، أنزل الله عليه القرآن الكريم، عصمه وأيده ونصره وأظهره. هذا الرسول الكريم لابد أن يوقر وأن يحب وأن تقدم أقواله وأوامره على كل شيء. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا رسول رب العالمين نذب عنه وعن سنته وعن أزواجه وعن أصحابه، الله اختاره واصطفاه وختم به الرسل والرسالات. فلا بد أن تعرف فضل الله عليك أن شهدت أن محمد رسول الله. يفرح إنسان ينتمي إلى أسرة فلانية والقبيلة الفلانية والبلد الفلانية أو الصنعة الفلانية أو الاتحاد الفلاني أو يحمل الشهادة الفلانية أو الوسام الفلاني، لكن قلما من يشعر بأنه متبع ومنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خير أمة أخرجت للناس. أنت من أمة محمد، افرح يا عبد الله، ارفع رأسك، أنت من أمة محمد. يوم القيامة يجتمع الأول والآخرون يلتمسون من يشفع لهم، فيعتذر الأنبياء حتى ينتهي الناس جميعا إلى عيسى ومريم عليه السلام، فيقول: يا عيسى
ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: لست هناكم. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، لكن اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فلا يقول كما قال نوح آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. فكل من يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها. إيش يقول؟ أنا لها أنا لها، لأن الله بعثه مقاما محمودا لرجل واحد هذا المقام، وهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يشفع بإذن أو لا يستأذن؟ حتى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يستأذن لكمال سلطان الله عز وجل. حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مقامه المحمود أيضا بإذن. وإذنه كيف؟ يسجد لله فيفتح الله عليه من المحامد حتى ما لا يحسن في الدنيا، يحمد الله ويثني عليه حتى يقول الله جل وعلا له: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. أول ما ينطق صلوات ربي وسلام عليه يذكر الأمة محمد، فيقول: أمتي أمتي. البشر كلهم جايين حتى يشفع لهم عند الله، لكن أول ما ينطق يتذكركم أنتم يا عباد الله أمة محمد، أمة عظيمة، أمة مرحومة، أنتم الآخرون، يعني في الدنيا الأولون يوم القيامة. أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد، 80 صف من أمة محمد. كم صف الأمم كلها؟ أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن تكون شطر أهل الجنة من أمته وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة، فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. عاد كيف المتقين إذا أهل الكبائر يشفع لهم يوم القيامة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يحب؟ ألا يتبع؟ ألا تفخر باتباع بأنك من أتباعه؟ ألا ترفع رأسك يا عبد الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض العلم يرى أن الصلاة ذات التشهدين تكمل الصلاة الإبراهيمية حتى في التشهد الأول، منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. شيخنا الثمين اختار لا، التشهد الأول التحيات دون الصلاة الإبراهيمية. يقول الشيخ هنا بن سعدي: هذا التشهد الأول، ثم يقول هذا التشهد الأول ثم يقول: إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها. ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية، يعني حتى يتم بقية الركعات، ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها. ولو قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة شيء من القرآن بعد الفاتحة لا بأس أحيانا. نعم. وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. ثم يقول: اللهم صل على محمد. اللهم يعني عبد العزيز، سمعت اللهم؟ دائما تقول أنت اللهم اللهم اللهم، ما معناها؟ لا إله إلا الله. لا، اللهم معناها لا إله إلا الله، جراح ما يرضى. ترضى؟ سمعت اللهم؟ يا رب. قربت. يقول يا رب، قربت. الثانية اللهم، إيش معناها؟ يا الله. ها؟ يا الله. الله، اللهم معناه يا الله. ما تعرفها من أول عبد العزيز؟ اليوم عرفتها، الليلة عرفتها ما شاء الله، تنساها؟ اللهم معناه يا الله. حذفت الياء لتكون البداء بماذا؟ بلفظ الجلالة الله، بدل يا الله صارت الله. والميم للدلالة أن فيه ياء محذوفة، والميم علامة الجمع حتى يدل هذا أنك أنت لما تقول اللهم أنك تسأل الله بجميع أسمائه، علامة الجمع. فصار العلم نور يا عبد العزيز. سمعت اللهم؟ شنو ما أصلها؟ يا الله. حذفت الياء،
حذفت ياء صارت الله، الميم دليل على أن في ياء محذوفة حتى توجه الله بأسمائه الحسنى فتقول اللهم، يعني يا الله. صلي فعل أمر، لكن هنا ما يقال فعل أمر، فعل دعاء، لأنك ما تأمر الله، أنت تدعو الله، فتدعو الله أن يصلي على محمد. وصلاة الله على محمد يعني ثناء الله عليه. طيب صلاتنا على محمد يعني ندعو الله أن يثني على محمد، تقول اللهم صلي على محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آل محمد يعني على قرابته، على أزواجه وقرابته. ويحتمل آل محمد يعني أتباع محمد، كما صليت على آل إبراهيم، في لفظ محفوظ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما للتعليل يعني لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد، فهذا من فعلك وكرمك، سبق وأن صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى محمد، إنك حميد مجيد، حميد ذو المحامد يعني ذو صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، كل الحمد لله عز وجل. المجيد، المجيد تطلق ورد بها الذي يحمل صفات كثيرة واسعة، يقال عنه مجيد. ولا نعلم في كتاب الله أن الله عز وجل وصف شيئا أو سماه مجيدا إلا نفسه وكتابه قاف والقرآن المجيد، وعلى إحدى القراءتين العرش، فقال ذو العرش المجيدي. قراءة عند قراءة حفص إيش؟ ذو العرش المجيد، المجيد ذو الله هو المجيد، لكن ذو العرش المجيدي، عرشي المجيدي صفة للعرش، فيكون في كتاب الله سمى الله عز وجل إيش؟ بل هو قرآن مجيد، القرآن مجيد، والله عز مجيد ذو العرش المجيد، والعرش مجيد ذو العرش المجيدي، قاف والقرآن المجيد. فالله حميد مجيد له جميع صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، ولسعة صفاته وكثرتها فهو جل وعلا المجيد. وبارك على محمد يعني ندعو لمحمد صلى الله عليه وسلم بالبركة، أن يزيده الله من فضله، من الحسنات، من الدرجات، من الأتباع، من الحب، من الولاء، من المدافعين الذابين عن سنته وعن أزواجه وعن أصحابه. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا خلصت تستعيذ بالله من أربع، وبعض العلم يقول واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، قال هذا أمر، فلا تدعها يا عبد الله، لا تدعها، استعذ بالله من أربع وأنت بحاجة لذلك. تقول اللهم، ما معنى اللهم عبد العزيز؟ يا الله. كيف صارت يا الله؟ حذفت يا حتى يكون بدأ بلفظ الجلال الله، والميم علاما على الياء محذوفة. ها؟ اللهم إني أعوذ، أعوذ الزعبي، ما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم وتوجه إليك حتى تحفظني، حتى تعيذني. أعوذ بك، المستعيذ أنت، أنت قلت أعوذ، والمستعاذ به الله، قلت بك، قل أعوذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعوذ بالله من العجز والكسل، أعوذ بك من عذاب جهنم النار، ومن عذاب القبر، فيه إثبات أن القبر فيه عذاب، وإلا لماذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ويأمرنا بذلك لو ما كان في عذاب قبر، خلافا لأهل الباطل اللي ينشرون اليوم وكثروا لا كثرهم الله. القبر فيه عذاب وفيه نعيم، وإنما نسب القبر من باب التغليب، لأن أكثر ناس يقبرون، وإلا هي حياة برزخية بين الدنيا والآخرة، حتى لو أن إنسان احترق ولا أكلته الأسماك ولا الطيور ولا حنط
أيضا يجري عليه ماذا؟ حساب وفتنة القبر منكر ونكير، وربما يكون من المعذبين أو من المنعمين، لكن نسب إلى القبر لهذه الأغلبية. قال: ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني الفتن التي في الدنيا، ما ظهر منها وما بطن، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الشبهات، فتنة القتل بغير حق، فتنة الحروب الداخلية الخارجية، تسلط الأعداء، فتن كثيرة نعوذ بالله منها كلها. الممات يعني الفتن اللي قبيل الممات ولا الفتن اللي بعد الممات، وفتنة القبر سؤال ملكين: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل البعث فيكم؟ أو تستعيذ بالله من هذا وهذا أنت، من هذا وهذا. فتنة قبل الممات سمت فتنة الممات لأنها لقربها من الممات. فيقال أن الإنسان مفتون ومختبر إلى آخر لحظة، آخر أنفاسه، صلى الله العافية. والممات فتنة في الممات، يعني سؤال ملكين: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام، والذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أما المرتاب أو المنافق قل: ها ها لا أدري. من ربك؟ ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. لماذا قال ها ها لا أدري؟ قال كأنه عنده طرف علم بس ما استطاعه، ما ثبت في هذه اللحظة والعياذ بالله. فما ها ها، وهذا أعظم في الحسرة، لأن أصلا الإنسان إذا ما عنده المعلومة ما أعرف، جاك سؤال الاختبار أصلا أنت مش مذاكر، يعني ما تزعل كثيرا لأن أصلا أنا ما ذاكرت، لكن سؤال ركزت عليه جدا جدا وتوقعت الاختبار، لما دخلت الاختبار انمسح من رأسك، ها يصيبك قهر وهم وغم، وين هاللحظة نسيت، انتبهتم؟ فهنا هذا الرجل كان يعرف يسمع الناس، حتى في الحديث قال: سمعت الناس يقولون فقلت، الآن ما أدري، ها ها لا أدري. فقال له: لا دريت. يضرب بمرزبة يعني مطرقة شديدة على أذنه، يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن، نعوذ بالله من عذاب الله. قال: ومن فتنة محمد ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح رجل من بني آدم، أعور العين اليمنى وعينه الأخرى طافية كأنها عنبة، مكتوب على جبينه كافر، يقرأها كل قارئ وغير قارئ، يخرج آخر الزمان ويدعو الناس إلى عبادته من دون الله وهو أعور دجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وعنده جنة ونار، نار جنة وجنة ونار، والكلام فيه طويل، لكن يشرع الاستعاذة بالله منه. طيب، قال: ويدعو، ويدعو بما أحب ثم يسلم ويذكر الله، يدعو بما أحب ثم يسلم. إذن هذا موضوع الدعاء اللي هو متى؟ بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل السلام. وهنا مناسب وأنت بين يدي الله أن تسأل حاجتك، لا أن خرج تدعو، أنت الآن داخل الصلاة. فقالوا: من دخل بين يدي ملك وله حاجة، ملك من الملوك، يسأله هو بين يديه ولا إذا خرج قال أريد كذا وكذا؟ بين يديه. فقالوا: أن أنسب إذا عندك دعاء تدعو قبل أن تسلم وأنت في الصلاة. وعليه حمل حديث ماذا؟ أن تقول دبر كل صلاة: اللهم ها أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر الصلاة يعني آخرها. وقد قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي. يقول الشيخ الثيمين رحمة الله عليه: الحبيب يسأل حبيبه، أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ويطلب منه دعاء، فما ظنكم ماذا سيعطيه؟ دعاء لأبي بكر. قيل له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ حديث صحيح البخاري. قال عائشة. والسائل رجل قد أمر على سرية ظنه أحب الناس إلى رسول الله، خلنا نجرب. قال: يا رسول الله، إيش أمره الرسول عليه السلام؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عائشة خارج الحسبة. من الرجال؟ قال أبوها. ثم من؟ قال ثم عمر. لا عرفنا، ما أمره لأنه أحب الرجال يا رسول الله، يحب النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر. يأتي رافض ساقط يسبهما ويلعنهما ويقومهم في نار جهنم، وين رايح أنت؟ ما مصير هالإنسان يوم القيامة خصمه أبو بكر وعمر؟ ما مصيره يا أخوان؟ منو خصمه؟ نسأل الله العافية.
دائما أقول لكم احمدوا الله جعلكم الله مسلمين ما جعلكم روافض، والله العظيم رايحين في هذا. كيف واحد يأتي يوم القيامة خصم أبو بكر وعمر ضاقت عليك الدنيا، الأرض مليانة كفار وفجار وهندوس ومجوس وإلى آخره، ما وجدت أن تعاد إلا أبو بكر وعمر؟ الحمد لله الذي عافانا، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعادي زوجته ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. والحديث في صحيح البخاري. نرجع حيث بدأنا. قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، الحبيب يسأل حبيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي لفظ كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء عظيم، هذا عظيم جدا. هل أبو بكر الصديق قال يا رسول الله أنا أبو بكر شلون ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ الآن أحدنا والجهال كثر حولنا ومثلنا قد يستكثر أن يستغفر، عليش استغفر؟ خاصة هذا بعد واحد جاهل منتهي لو تقول له استغفر الله يقول عسى ما شاء الشايب نمسوي استغفر على ماذا؟ لكن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره. يقول النبي لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. نعم صحيح، حتى قال الله الذي خلقنا قال إنكم تخطئون في الليل والنهار، ليل نهار رح نخطئ في أسماعنا أبصارنا وألسنتنا حدث ولا حرج، ذنوبنا كثيرة. ثم يستعظم أحدنا أن يكثر من الاستغفار، لكن أبو بكر الفقيه فقيه الأمة وعالمها لما قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هل رد على الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ جواب لا. قل قال قول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل عظيم. إذا قال العبد ولا يغفر الذنوب إلا أنت يجيبه الله، يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. إيمانك بأن الله يغفر الذنوب ولا يغفر أحد إلا هو، هذا الإيمان وسيلة لأن يغفر الله لك. أما يأتي إنسان يائس بائس ويقول أظن الله ما يغفر لي، يمكن يغفر للشيطان ولا يغفر لي، شنو إيش الكلام هذا نسمع من بعض الناس؟ يقول أسرفت كثيرا في ظني يمكن الله يتوب على الشيطان بس ما يتوب عليه. ليه؟ قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ما في ذنب يستعظمه الله فلا يغفر، حتى لو أشرك إنسان بالله إذا تاب يتوب الله عليه. متى لا يغفر الله له؟ إذا مات على الشرك. أما إذا لقي الله عز وقد تاب إلى الله من الشرك من الزنا من الفجور من الربا، من تاب تاب الله عليه ويبدل الله سيئات حسنات ويفرح بتوبته ويقرب إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تستعظم ذنبا على الله لن يغفره أبدا، ما يمكن. إذا استغفرت الله عز وجل إذا تبت إليه تاب عليك، وإذا استغفرت الله وجدت الله توابا رحيما. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ما لي رب يغفر الذنوب إلا أنت، أنت الغفار أنت الغفور ذو مغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة خير الغافرين، هكذا وصف الله نفسه، إن الله غفور رحيم وإني لغفار لمن تاب. غفار وغفور وأهل التقوى وأهل المغفرة وخير الغافرين، كيف ما يغفر لك لو استغفرته؟ قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. شوف الكلام العجيب، من عندك يا رب. ثم ختم الدعاء باسمين جليلين الله متوسل بهما إلى الله، قال إنك أنت الغفور الرحيم. لا تدع هذا قبل أن تسلم، كل صلاة نافلة فريضة قبل أن تسلم ليش مستعجل وأنت بين أيدي الله؟ قل ماذا؟
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. ثم يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لو قال أحيانا عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. يلتفت يمينا وشمالا، لا يبالغ بالالتفات حتى يعني يلتف وجهه إلى الخلف، ولا يكسل فيلتفت التفافا يسيرا، يعني بعض الناس عجزان، عجز في كسل، إذا سلم قال ايش دعوة تكسر قبتك، يعني سلم يا أخي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى يرى بياض خده من ورائه. التفت يا أخي، قول السلام عليكم ورحمة الله، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله ايش، وبعضهم عادي يبالغ يسوي كذا يروح للخلف، هذا خطأ. وبعضهم ايش يسوي؟ اكيد الدكتور مر عليكم مصر يسوونه كثير، يسلم يسوي كفته يمين شمال، ما في يمين شمال على كفين هو، ها السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ما انزل الله من سلطان. وبعض ماذا يفعل؟ طه شايفه مصر اكيد، ها يريح بالنص يسوي السلام عليكم ورحمه الله. ليش منين جايبين هذه؟ ما انزل الله من سلطان. الدكتور يضحك صح؟ شايفهم على مصر سوي كذي سوي كذي ريح شوي، واللي سوي كذي واللي سوي كذي، واللي أشياء عجيبة غريبة. روح مكة وشوف الحجاج كل واحد يسوي شيء. الله إذا من عليك بالعلم فقد فضلك على كثير ممن خلق تفضيله. ناس تمسح بالأحجار، ناس تمسح بالعيش، ناس مدري إيش، ناس يرقصون رقص حسبان ما هذا عبادة. والله في ناس في عرفة متعني جاي من وسط أفريقيا جايب معه طيران، وبعضهم والله بعضهم آلات موسيقية في عرفة في الخيمة يغنون عبادة لله. شوف وين على ما وصلت أنت مكة من أفريقيا، على ما طلعت فيزا، على ما طلعت كذا، على ما ركبت طيارة ولا باخرة، ولا وصلت بحرامك في عرفة جاي ترقص في يوم خري يوم طلعت فيه الشمس، مشاكل كثيرة. ما الذي يقضي على هذا كله؟ العلم. تعلم العلم يا عبد الله، العلم نور حتى تتقرب الله عز وجل بما يقبل منك. فتسلم السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كمل. ويذكر الله بما ورد. ويذكر الله بما ورد، هذا الأمر الذي فرط فيه كثير من الناس. ربما يبادر إلى هاتفه أول شيء، ها طلع الهاتف شوف الواتساب، اذكر الله يا عبد الله. وقد علمنا الشيخ عثيمين رحمة الله ما يترك الأذكار أبدا أبدا، ولو أتاه آت يسأل السؤال والشيء أشر لقال اجلس الذكر خلينا نكمل اول شيء، عندك سؤال يقعد ساكت لما يخلص قال كله يقول شنو سؤالك، ما يتركها لانها تقرب الى الله شيء عظيم. من قال سبحان الله دبر كل صلاه سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 فتلك 99 فاتمها بالمئة. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وفت له خطايا وان كانت مثل زبد البحر. البحر اللي يطلع الزبادي الأبيض هذا الرغوة لو كانت الكثر يغفرها الله، كيف تفرط في هذا؟ أو تقول 25 سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر 25 مرة سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر، كم راح يكون مجموع 100؟ أو تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يكون تمامها 99 ثم تتمها بالمئة بلا إله إلا الله، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مستعجل 10 يا أخي أقل شيء، سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، كم تستغرق هذه؟ والله ما تصل نصف دقيقة، 30 ثانية ما تكفي، احسبها حاسبين احنا حاسبينها. سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله أكبر. كم أنصاف دقائق ضاعت من أعمارنا؟ لا تترك الأذكار. إيش رأيك تأخذ قرار من اليوم؟ لا تترك الأذكار، وشيء عظيم إذا جلست تذكر الله
فإن الله وكل ملائكة يستغفرون لك ويصلون عليك ما دمت في مصلاك، بس أنت جالس ملائكة اللهم اغفر له واللهم ارحمه، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ما دمت في مصلاك ما لم تحدث. فيقول بعض العلم من أجل الأعمال الخير أنك تبقى بعد الصلاة، شفت جالس وتذكر الله في محلك. يقول بعض الوعاظ كلام جميل، يقول لو أوقفت أبر أولادك بل أبر الأولاد بأبيه، قال يا ولدي كلما صليت وأنا جالس وقف فوق راسي وقل اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه اللهم اغفر لأبي اللهم أغفر. لو أبر الأبناء ما استطاع أن يقوم بهذه المهمة، وين أنا كل ما صليت يبقى الحقك اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأبي ما لحق، مرة موجود مرة مش موجود، يمكن موت قبلك يمكن ما لحق. لكن رب العالمين ماذا فعل؟ ماذا أكرم عباده؟ ملائكة لهذا المصلي، هو جالس بس جالس، بعد الصلاة تستغفر له وتصلي عليه، تقول اللهم اغفر له والله ارحمه. لا تترك الأذكار وقراءه الكرسي وقرأ المعوذات وقل هو الله أحد، شيء عظيم هذا. نعم. قال فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة. نعم. فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، قيل له ركن كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال منها عنها. نعم. ومنها الطمأنينة، هذه أركان. نعم. وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود السهو قيل له واجب كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد لكل مصل وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود، والخضوع لله والخشوع فيها لله. الله أكبر. نعم. ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين، إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه. بارك الله. نكتب على القدر الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.